معلش يا منال، خلاص بقى مش نهاية العالم، ان شاء الله السنة جاية تعوضيها وتنجحي بتفوق. دلوقتي ماما تيجي تديني كلمتين وورا منها سي حسام يجي يعمل عليا كبير وتبقى العجلانة من كل ناحية بقى. هو حسام نتيجته ظهرت؟ اكيد، وطبعا لو نجح تبقى فرصته عشان ترسم عليا على الاخر. يا رب يسقط. ليه كده بس؟ حرام عليكي، حد برضو يتمنى لاخوه السقوط؟ ربنا ينجحه يا رب ويعوضك خير عن السنه اللي سقطتيها ان شاء الله. وبعدين انا واحده، اخوها مات قبل الامتحانات بشهر ولا شهر ونص، يعني معذوره يا ناس. الله يرحمه ويحسن اليه، كان نفسه قوي تنجح السنه دي. ايه ده؟ في ايه؟ مالك يا منال؟ في ايه يا حبيبتي؟ في حد زعلها؟ ده انا كنت قاطع خبر اللي زعلها. والله ما حد زعلها يا ماما، هو حد برضه يقدر يزعل منال؟ في ايه يا ضنايا مالك؟ رد عليا. في ايه؟ على طب ما ترد عليا انت، مش شايفاني عماله هاتي والبيت مفطوره من العياط؟ اصل يعني النتيجه مش حلوه يا ماما. يعني ايه؟ سقطتي؟ ولا يهمك، ان شاء الله بدل السنه 10 سنين، ولا انكيش تعملي في نفسك كده يا منال. تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي يا روحي. بيقولولي ده ما ينزلش على وشك كده، اذا فاتت السنه دي ما قدرتيش السنه الجايه تقدري. ان شاء الله اجيب لك 20 مدرس، ان شاء الله ياخد مني في الحصه 1000 جنيه هجيبهولك. تعالي روحي، تعالي تعالي ريحي نفسك. يلا تعالي يا بيه، يلا اعملي لها كوبايه ليمون. حاضر يا ماما، حاضر. هيا يا حسام طمني، النتيجه ظهرت؟ جيد جدا يا بلبله، مش اي نتيجه. مبروك، الف الف مبروك. انا لولا لعيبه كنت زغرت. كفايه الفرحه اللي انا شايفها في عينيكي دي. قولي لي، منال ما جاتش؟ لا جت، وقاعده جوه مع ماما. طب ايه نتيجتها؟ ظهرت؟ ظهرت. اه. ايه دي؟ يعني ايه طلع مواد؟ معرفش بقى، ادخل انت اسالها. ارجوك يا نبيله فهميني، سقطت؟ مش مشكله، تعوضها السنه الجايه ان شاء الله. يا نهار اسود تاني. استنى بس، ربنا يخليك، انت لو دخلت دلوقتي وقلت كده ماما هتعرف ان انا قلت لك حاجه، عشان خاطر انا مش عايزه مشاكل. مشاكل ايه؟ دي فيها مشاكل؟ طب تعالي معايا عشان نعرف المشاكل فين. لا لا لا، انا هدخل اعمل لمنال ليمون، بس عشان خاطري ما تقولش حاجه ارجوك. طيب يا منال. منال، منال، ايه نمتي حبيبتي؟